المهندس احمد حاتم. احنا النهارده يعني انا بتكلم على الموضوع اللي هو اللي انا قدمته، اللي هو موضوع التعليم الالكتروني. هو موضوع التعليم الالكتروني ده موضوع مطبق في معظم الدول الخليجيه اللي جنبينا على طول، وطبعا في اوروبا بقى وامريكا وكل الدول اللي بره. ميزه التعليم الالكتروني ان هو بيدي فرصه للمدرسه انها تخلي الطلبه يتفاعلوا اكتر، تخلي إدارة المدرسة شايفة إيه اللي بيحصل بوضوح، تخلي المدرسين يتفاعلوا مع الطلبة ويقدروا يقدموا يعني one to one contact مع كل طالب. الطالب يقدر يبعت الأسئلة بتاعته بعد ميعاد المدرسة لو ما قدرش يسأل جوه الفصل. يعني في نوع من التفاعل القوي بيساعد على تحسين الفرصة، وفي نفس الوقت بيدي فرصة أكتر للمدرس إن هو يتابع حالة الطلبة جوه الفصل، ويقدر يدي مور assignments لو في طالب مستوى اقل، او لو طالب مثلا شاطر في حاجه زياده يقدر يساعده بالطريقه دي. هو احنا طبعا يمكن مشكله التعليم الالكتروني الاساسيه العدد الكبير بتاع المدارس اللي موجود في مصر وضعف الميزانيه الحكوميه. النقطه دي بتخلي الوزاره بتاعه التربيه انها عندها مهام كتيره جدا محتاجة تغطيها أكتر من إنها تقدر تتفرغ إنها تبني نظم إلكترونية أو سيرفرز وتحطها وتدخل الطلبة عليها، غير إن عدد المدارس الكبير وعدد الطلبة الكبير هيدينا مشكلة إن السعر هيبقى غالي قوي. طب أنا كحل ممكن أعمل إيه؟ أنا أعتقد النقطة دي محتاجة دعم من المجتمع المدني، دعم من شركات القطاع الخاص. كويس، وزارة الاتصالات زي ما أنا قلت في الندوة عندها إمكانيات أعلى بكتير من وزارة التعليم. فأنا بالنسبة لي وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات اللي موجودة في البلد ممكن هم يدوا دي هدية للشعب المصري. كويس، إنهم يبدأوا بايلوت بروجكت 100 مدرسة 200 مدرسة 300 مدرسة، يبدأوا يطوروا التعليم، يعني يقدموا تعليم إلكتروني ويشوفوا بقى يعملوا عملية متابعة لمدى تأثير التعليم الإلكتروني على تطور مستوى التعليم، لأن ده هيقدر يديني نظرة كبيرة على المستوى نفسه. أنا هقدر أشوف مستوى الطالب أول السنة كان إيه، وأقدر أشوف مستوى آخر السنة كان إيه. أقدر بسهولة جدا أنا أبدأ أعمل نوع من المتابعة على الطالب الواحد، أقدر أربط عمليات معينة تعليمية أنا قدرت أعملها بالطالب دون وتحسن المستوى بتاعه. كويس، فهي محتاجة مجهود من المجتمع، يعني مش من الحكومة بس، الحكومة مش هتقدر. بالنسبة للميزانية الحالية والوضع الحالي الحكومة ما تقدرش لوحدها. في برضو معوقات تانية اللي هي مثلا الدخل الأسرة المصرية. انا عشان اعمل تعليم الكتروني محتاج ان انا اوفر لابني في البيت كمبيوتر. لو ابني صغير قد يكون ان انا فكره ان انا استثمر النهارده في كمبيوتر قد تكون مكلفه عليا. كويس، فدي برضو تعتبر معوق. الانترنت النهارده موجوده، بس ممكن يبقى لو السعر يقل شويه يبقى احسن، لان انا كده هيبقى عندي ضغط على الانترنت كوسيله للمذاكره. كويس، ما بقتش بس بستخدمها كوسيلة ان انا بس بدخل اتشات ابص على حاجة كده، لا ده اصبحت جزء من المذاكرة بتاعتي ان انا لازم ادخل على الانترنت، فهيحصل يعني نوع من الضغط على شبكة الاتصالات بعد الظهر بعد ما الطالب يروح المدرسة. في مبادرة كان وزير الاتصالات كان بيتكلم عنها اللي هو خفض اسعار الانترنت مع رفع السرعة، اعتقد مثلا مبادرة زي دي هتساعد فعلا.